اذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من شارع محمد السادس طريق مديونه. حنا في اتجاه الاكبر الاسواق ديال الاضاحي مدينه الدار البيضاء بالضبط مديونه، سوق المجاطيه ولا الطالب واللي غادي نشوفوا فيه الاثمنه. اذا وحنا في طريقنا متابعينا الكرام، اكيد ما نساوش اننا نقول لكم الاجواء ديال اكبر شوارع كازا، شارع محمد السادس طريق مديونه، واللي كيعرف واحد الحركيه كبيره مع هاد العواشر هادي، بحكم ان تقريبا بزاف ديال الرحبات ديال الحواله اللي كاينين هنا على الشارع ديال محمد السادس على طريق مديونه. فاكيد ان غالبيه الناس كيتجهوا خصوصا الساكنه ديال كازا، لدوينا على كازا والنواحي كلهم كيطلعوا تقريبا جهه مديونه، المجاطيه ولا الطالب الدروه، كاملين هادو بلايص اللي كيتقداو منه، خصوصا ان هذه الطريق كذلك ديال خريبكا وبزاف ديال المناطق. اذا على حساب القول ديال الناس اللي شراو اليوم انه اليوم كذلك كاين الغلا، يعني كاين شويه ديال الغلا كاين الثمن، مع العكس انه الناس كيقول لك فاش كتخرج على برا كتاخذ بالرخه، يعني الا خرجتي على برا كازا ولا خرجتي على برا مديونه ولا الرحمه ولا البرنوسي ولا هادي، يعني فكتاخذ بالرخه، كاين رخه يعني ناقصه في الحولي واحد 400 درهم 500 درهم، حين انه هنا الشوايه كي كنقولوا فوق الشوايه، يعني حولي صغير كتلقى الناس اليوم حنا كنعرفوهم يعني شراو 3500 درهم 4000 درهم، حولي ديال 3000 درهم، يعني ديال 3000 درهم تشري، حنا كندوا في السوق والعيد والعواشر تشري ب 3000 درهم، يعني ماشي شي حولي اللي كبير ومشي واحد اللي صغير، يعني موين في الايام الفارطه كنت تشري بحال ما هذا تشري ب 55 54 الطبقه المتوسطه. دابا هذاك ديال 55 راه كتسمع فيه 68 اخر ثمن، الناس اليوم شراو ب 70000 ريال حولي عادي. يعني هادشي علاش بزاف ديال الناس كيقول لك خويا غادي نخرج على مدينه الدار البيضاء، نخرج على كازا وعلى مديونه وعلى النواحي وغادي نمشي نتوكل على الله. يعني اليوم كذلك كان سوق ديال حد السوالم اللي عرفته هو بدوره، عرف واحد الاكسيدات كبير، السوق ديال حد السوالم، السوق ديال يعني كتفوت حد السوالم حتى هو كذلك، السوق ديال السبيت، السبيت شاط من الليل حتى هو اليوم كان عامر، كان يعني اثمنه في الاول الناس بالصباح داو بالغلا شويه السوق طاح، يعني دائما كيبقى يعني دائما داكشي كيبقى موزون ما بين الطلب والعرض، الا كان الشاري بزاف راه السوق طالع، كان الشاري قليل راه السوق هابط. حنا دابا في الطريق الاحد اكبر الاسواق متابعينا الكرام، السوق المجاطيه ولا الطالب بالنواحي ديال مدينه الدار البيضاء في الاخر مديونه بالضبط، اين فوا كتدخل مديونه الرون بوان الاولى الرون بوان الثانيه كاين السوق تما، ثم قبل منه كاين سوق كيبقى على يد كلاسر هو كذلك ديال مديونه، ثم حنا دابا غادي ندوزو على واحد الرحبه اللي غادي تشوفوها امامكم. اذا متابعينا الكرام احنا مازالين معاكم كذلك، يعني كاين بزاف ديال الناس ديال الجاليه اللي جاوا باش يتقداو الحولي وكذلك يعيدوا العيد ديالهم مع الاهالي ديالهم ومع الاقارب ديالهم. ثم ما نسوش نذكروا انه في ظل هاد العواشر الناس كيخرجوا باش يعيدوا مع الاهالي ديالهم، فطريق سلام للجميع والله يحفظ الجميع وبشويه عليكم في الطريق. فلشتو معنا البارح كانوا ثلاثة تقريبا ديال الحوادث على صعيد مدينة الدار البيضاء اللي كانوا خطيرين، انقلاب ديال زوج ديال السيارات بالطريق، السيار الرابطة ما بين الدار البيضاء والمحمدية يعني على مستوى ديال برنازيل، هاي وحدة هنا كاين كذلك الحوالة ديال هاد السيد عنده الحوالة ديال السبليون.
كيف ما قلنا وكانت كذلك حديث سير ديال واحد السيد اللي دخل في واحد البوطو السوتيران في جهة الوازيز، ثم كانت كذلك حديث بطريق مديونة. اذا نتمنوا من الله انه كلشي يدير باله مع الطريق وبشوية عليكم، وان شاء الله اكيد راه كلشي غادي يعيد مع وليداته ومع الاهل ديالو، وشويه ديال الصبر. ودائما راه ما تمشى فين مشاك الله، راه دي في الاخر اللي مكتاب لك. راه دابا كلشي الغلا وهادي وهادي وهادي، حنا كنشوفوا الهوندات كلشي محمل بالحواله، الكاميوات كلشي. ماعرفتش علاش هربانين كاع. إذن متابعينا الكرام، كيف ما كتشاهدوا معنا، تواجدوا معكم بالضبط في شارع محمد السادس